أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، فانس خليل إبراهيم جيهان يهاجمون فانس سيلا ترك أغلو، لأنهم قالوا أن خليل الآن هو أيضا فعل ما فعلته سيلا ترك أغلو وانسحب من الأمانة. وفانس خليل إبراهيم جيهان لم يتقبل هذا وقالوا لا تقارنون بين منسحب وبين شخص أنهى مشاهده، وقالوا لا تقارنون خليل إبراهيم جيهان بسيلا ترك أغلو لأن خليل أنهى كل مشاهده في الموسم الثالث وادعى العمل باحترام وحب ورضا وحيّ الكاست وطاقم العمل والإنتاج. أما سيلا ترك أغلو ليس لديها مهنية، هربت ولم تصور مشاهدها الأخيرة. خليل أنهى عقده لثلاثة مواسم بكل مهنية واحترافية واحترام. والله أصدقائي شكل الفانز غريب جدا، يريدون من سيلا ترك أغلو أن تتابع في الأمانة بعد كل ما تعرضت له من قلة احترام من الإنتاج ومن سوء المعاملة. يستحيل أن تكمل في هذه الإهانة احتراما وتقديرا لنفسها، لأن الإنسان لا يملك شيء أفضل من الكرامة. ونظمية يلماز وشركة الإنتاج دمروا سلسلة رائعة لعدم احترامهم لسيلا ترك أغلو، والآن دمروا نفسهم مرة أخرى بعد إكمال في الجزء الرابع وبعد انسحاب خليل إبراهيم جيهان. أصبح المسلسل بالاسم فقط، أما الممثلون تغيروا جميعهم تقريبا، ولكن بالنسبة لنظمية يلماز هو أن يظل المسلسل باسم الأمانة ويستمر حتى لو وصل إلى 30 موسم لا يهمها. الآن الكل سيغادر ويهاجر إلى سلسلة خليل إبراهيم جيهان الجديدة ولن يتابعوا الأمانة. كما أيضا أصدقائي الكل يتحدث عن مشهد لشخصية سحر لا يتعدى دقيقتين. هذا المشهد يعود من حفل ميلاد يوسف، يعني مقطع قصير جدا وصل إلى 15 مليون مشاهدة من الموسم الأول. وفي ذلك الوقت كان هناك ممثلة مبدعة أتقنت دورها عن جدارة واستحقاق، وهذا يعتبر بكل صراحة عدد هائل. حتى الآن لم يستطع مشهد أو حلقة من الموسم الثالث تحقيقه حتى الآن بعد كل تلك المدة الكبيرة من عرضه، وهذا يدل على أن الأمانة انتهت بموت سحر. كما أيضا أصدقائي سيلا ترك أغلو اليوم قامت بتفعيل خاصية جديدة للتعليقات على صفحتها الخاصة الانستغرام، يعني ستمنع من ظهور أي تعليق فيه سب وشتم لها، ولن يظهر أي تعليق مشين أبدا بعد الآن. وبصراحة أعجبني هذا الأمر، وهذا قرار صائب أخذته، لأنه لا يحق لأي شخص أن يسب ويشتم عفوا أي شخص كيفما كان، سواء معروف أو غير معروف. كما أيضا أصدقائي أفضل شيء فعلته سيلا ترك أغلو هو أنها عملت بلوك لمجلة صران، لأنه يستاهل أفضل بلوك، لأنه دائما يحاول خلق الجدل ومنافق ويبحث فقط عن مصلحته الخاصة. أخيرا سيلا ترك أغلو بدأت تقوم بردة فعل قوية جدا بعد تعرضها للسب وصران بعد ما عملت له، يعني سيلا بلوك. قام هو أيضا بحذف جميع صور سيلا ترك أغلو على صفحته الخاصة، وهذا دليل قاطع على أن صران ليس داعم حقيقي أبدا لسيلا ترك أغلو، فقط يبحث عن مصلحته. كما أيضا أصدقائي الممثلة بيناس تدعم خليل إبراهيم جيهان في عمله الجديد في سلسلة السلة المتسخة، حيث قالت في تدوين لها: خليل إبراهيم جيهان هو نجمي اللامع، سوف يلمع أينما كان، يعني سوف ينجح في أي عمل سيشارك فيه خليل إبراهيم جيهان. المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. ودائما نتمنى التوفيق لخليل إبراهيم جيهان وسيلا ترك أغلو. مع السلامة.